القوات الخاصة قد نفذت عملية في شمال غرب سوريا وأنجزت عملها بالكثير من البراعة. لم يتم فقدان أي جندي في العملية، وعدد كبير من مقاتلي البغدادي ومرافقي قتلوا معه. فقد قتل بعد أن فر إلى النفق يصرخ ويبكي وهو يفر. تم تطهير المجمع من خلال استسلام أشخاص أو إطلاق النار عليهم وقتلهم. تم نقل 11 طفلا من المنزل ولم يصيبوا بأذى. ما تبقى في المنزل كانوا البغدادي في النفق، ولقد جلب 3 من أطفاله الصغار معه، وقد جلبهم إلى الموت المحقق. وصل إلى نهاية النفق بينما لاحقته كلابنا، وقد فجر سترته مما أدى إلى مقتله ومقتل الأطفال 3. لقد تشتتت جثمانه بسبب الانفجار، والفحص أعطى نتائج وتحديد فوري وأكد أن الشخص كان البغدادي.